ايه ده؟ لا الله ده سليب قوي، ده انا اروح بقى هبقى مليونير، بقى مليونير مليونير. ده تعالى خد ايه ده؟ دي مكسوره، لا مش هاخدها، خد ده دي بقى، روح عند واحد عند ابو ده. ايه ده؟ ده بايه عندي شوكولاته؟ ايه ده؟ دي بايظه. ايه ده؟ دي بايظه. ما اروح اشوف بقى دي خير جايبه النهارده. ايه ده؟ جابوا دوريتوس حراق. طب والاطفال ده هستعملوا ازاي؟ ماليش دعوه، انا اكل انا وخلاص. ايه ده الخير جايبه دوريتوس حراق؟ ايه ده الله انا جعان من بدري والله. ده غامض قوي، السيب اللي ورايا. يس ايه ده؟ الله انا جعان قوي. دوريتوس يس دوريتوس. خلاص تمام، انا قدام العماره اهوت. خلاص مصيف سعيد يا باشا، الحمد لله. مش عارف باب العماره راح فين. يا عم حسن ايوه عند البيت. انت كنت فين كل ده؟ امسك الشنط يلا طلعها فوق. تمام ماشي يا باشا سلام. حاجه ثانيه على البيت. هو انت بتعمل كده ليه؟ ده راجل كبير حرام عليك. ده حضرتك يعني انا واحد معدي في الشارع، انا مش حد. طيب ماشي، ده راجل شغال عندي باب العمارة. ماشي شغال عندك، بس ما تعملوش كده، اعمل لاخرتك. ده انت ابنه من دورك. انت شغال في العمارة دي بتاخد كام؟ انا شغال الشهر باخد 1600 جنيه. 1600 جنيه؟ طب تمام ماشي. بتعرف تقرا؟ لا. بتعرف تكتب؟ لا برضه. طب تعالى انا اشغلك مدير في الشركة عندي. مدير؟ سيب له بقى الشنط دي، اتفضل اشيله منك. خباني يا عم حسن. يا موبوء يا ابن الموبوء. دكتور بليز كمون النبي والنبي يا عم حاجه لله والنبي، عايز احط كاتشب على الكريب والنبي. تمام ماشي حبيبي سلام. انا بس عايز احط كاتشب بس عشان طعمه بيبقى مش حلو. خد يا حبيبي. حبيبي اروح اجيب كيسين. والنبي عمو في ايه انت كمان؟ والنبي عمو عايز احط مايونيز، مش عارف اكل كريب. والنبي طيب خد يا حبيبي، خد روح اكل مايونيز. مش عارف يا جماعه ايه، انا واقف قدام عربيه ايه مش فاهم. بحس ده انا ما اعرفش اي حاجه هنا. انت بتدور على حاجه معينه؟ سلام. انت بتنام معانا في الجامعه؟ ايوه. طب خدي رقم، لو احتجت اي حاجه كلميني في اي وقت. يا ريت والله، انا في بحث مش عارفه اعمل ايه. زيرو يا ميدو عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بقول لك ايه، انا النهارده مبسوط قوي. ليه كده؟ اتعرفت على واحده قمر، كان نفسي اتعرف عليها من زمان قوي. يا جدع تعالى اعرفك عليها. طب يلا
يا بنتي هيساعدني في كل حاجه، ده جدع جدا. اوكي هعرفك عليه، باي باي بقى. متاخر ليه؟ ميدو سلمى اللي حكيت لك عليها. واقف مصدوم في مرايتي حبايبي ليه تلوني في حكايتي، بحاول اخبي دموعي شرفت بمعرفتك. خلص بقى وكلمني. قشطه تمام. هو انت تعرفيه؟ لا يا رب اكرم يا رب. يا ابني انا مش قلت لك امشي من هنا كذا مره؟ يلا بقى ما تقلقش امشي من هنا. يلا ايه ده يا ابني انت بتكلمه كده ليه؟ انا عايز امشي من هنا. عايز تمشي من هنا؟ طب اجري امشي. طيب ايه يا عم في مالك انت؟ قاعد مش قاعد بس، انا بسترزق وظروفي صعبه بدور على شغل، فانا استريح فورا زيني ومشاني. بص انا شغلك معايا ما تزعلش، معلش في ناس ما بتحبش تخدم الناس. ما تزعلش يا عم ما تشيلش في نفسك، انا شغلك معايا من الاول. العربيه دي شويه لحد ما يجي توك توك يجي خدني. ايه ده؟ انت قاعد على العربية كده ليه؟ امشي يا عم، ما تزيدش عليها تاني. ايه القرف اللي على السطح ده؟ ايه القرف دوت؟ ايه اسد؟ اسد على العربية ليه؟ بتاع ايه ده؟ انت بتكلمه كده ليه يا باشا؟ ما تزيدش على العربية تاني. انت ربنا كرمك جبت عربية فخلاص بتتنج على الناس. قول للناس. ممكن في لحظة العربية دي ما تكونش معاك وانت تكون زيي. يا ابني انا ما اعرفش ليه عربيتك اساسا. تعالى يا ابويا تعالى يلا. انا اسمع العربية بتاعته قدامي. ربنا يخليك يا ابني. نمبر 1 انا خلاص طبقت في نادي برشلونه. ايه عايز ده؟ ماشي يا حبيبي، خد يا حبيبي سكه في اللي انا جاي. اهم حاجه تعمل ايه؟ نمبر 1 يلا يا حبيبي يلا انت شوفها ماشي بيك ساعه. نمبر 1 واد خدك ده وانت كمان. ثانكيو فيري ماتش. كمان ثانكيو very much. Oh, come on. Oh, oh, no, 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 baby, no, 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 come on. Thank you very much. بقيت خارج يا بيه. ايه ده؟ شجرة موز؟ انا اخويا غني في الموز ده من زمان. شوف دخل كمان ايه؟ شغل بص ياخد واحدة وسبب